البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير، وكنتمنى ايضا اموركم تكون كامله مزيانه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم رغيفه معسلين، كنتمنى الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. ندوزوا على بركه الله، نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. وهذا الفيديو هذا غادي نديروه دغيا بالزربه، حيت اصلا ما غاديش ياخذ لنا وقت كثير بزاف، والمقادير ديالو ماشي كثيره. يعني ندوزوا دابا على بركه الله. غادي ناخذوا 300 غرام ديال الفورس، الفورس تكون نوعيه جيده. غادي نضيفوا عليه ساشي ديال الفاني، غنضيفوا واحد المعلقه ونص ديال السكر مع قبيصه ديال الملحه، غنضيفوا صفر ديال البيضه، وغنضيفوا ايضا جوج معالق كبار عامرين مزيان ديال الزبده، تكون على درجه حراره المطبخ. وغنضيفوا واحد المعلقه ديال الخل، معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال الخل. وغادي نوضعوا واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلويات، ومن بعد غادي نضيفوا واحد الكميه قليله ديال الماء ومزهر، يعني تقريبا قد الكميه ديال الماء قد الكميه ديال المزهر. وغادي نخلط هذا الخليط مع بعضياته، نعاود نرجع لكم. من بعد ما الخليط ديالنا تعجن ولا على هذا الشكل هذا، غناخذوا واحد الطبسيل بحال هكا اولا قصريه، غنوضعوا فيه النشا وغندهنوا يدينا بواحد شويه ديال النشا. وغادي ناخذوا العجين وغادي نقسموه على جوج، هنا نقسموا الكميه اللي عندنا على جوج، دهنوا يدينا غير بالنشا باش ما تلصقش العجينه بيدينا. ومن بعد منها غادي نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق، عاد غادي ندوزو باش نطلقوها. كيف كتشوفوا معايا بحال هكا على هذا الشكل هذا، يعني ملي كنديروا النشا فهي العجينه كاع ما كتلتصق لينا بيدينا. كيف كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا، نحاول ندهنها حتى هي شويه من الفوق، وغادي نغطيها بسلوفان ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. عاد من بعد غادي ندوزو باش نورقو العجينه ديالنا باش نشكلو بها نسيمنا الصغار. كيف كتشوفوا معايا غير واحد شويه بحال هكا، ونخليوها ترتاح 10 دقائق ونعاود نرجع لكم. ودابا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا ورقناها على هذا الشكل هذا بالنشا، ما درناش الدقيق، درنا النشا. دابا غادي ندوز باش نطويها. كيف كتشوفوا معايا كنطويها على هذا الشكل هذا، وغادي نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق. هي العجينه الاولى راه ديجا راني وجدتها وخليتها كترتاح، دابا غادي نخلي هذه ترتاح ونبدا بالعجينه الاولى نورقها وندوز نوريكم الطريقه ديال التقطاع. ودابا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما ورقت العجينه ديالي، غادي ناخذ واحد الجراره وغادي نبدا كنقاد الجوانب كاملين، يعني بهذا الشكل هذا. هاد الطريفات هادو اللي بقاو فهما ما غاديش اللحوم، غادي نجمعهم وغادي نعاود نكون منهم رغيفات وحدين اخرين. انا غنحاول نقاد الجوانب مزيان، على هذا الشكل. يعني تقدروا تستخدموا حتى القطاعه ديال البيتزا، فحتى هي كتصلاح. انا بغيت غير باش يجوني الجوانب هكا شويه مزوقين،
داكشي اش درت هاد الجراره هادي كيف كتشوفوا معايا. من بعد ما قديت الجوانب كامله دابا غادي ندير العبار، يعني غادي نشوف شحال غادي تكفيني هادي من رغيفه، يعني غندير غنعبر باش يجيوني متساويين. يعني هنايا نعبر عاوتاني هنا لتحت باش ملي نكون كنقطع ما يجيش داكشي كبير بزاف اولا صغير بزاف. كيف شتو معايا وطبيعه الحال ما غاديش يجي مقطع بالمسطره، ولكن غير غادي نحاولوا اننا داكشي يكون شويه مقاد ما يكونش داكشي مديفورمي بزاف. وهنا غادي ندير العبار غنشوف الرغيفه قداش بغيتها تكون هكا مربعه ولا مستطيله. كيف كتشوفوا معايا بحال هكا بهذا الشكل هذا، وغادي نقطع. كنتمنى تكون الصوره واضحه عندكم. بهذا الشكل هذا الزيت راه ديجا قليت انا فيه، وغادي نبدا نهز الرغيفات ديالي ونرميهم في الزيت. الزيت غنكون مجهده ليه واحد شويه، انا ديجا مجهده الزيت، انا غندور لكم الكاميرا نلوح غير الرغيفات في الزيت ونرجع نقلبها لكم. كيف كتشوفوا معايا غنشوف شحال غادي يكفيني. دونك انا لحت الرغيفات ديالي وغير غادي نلوحهم غنعاود نقلبهم. كيف كتشوفوا معايا انا غادي نبدا نقلب هاد الرغيفات، راح اتبان لكم الزيت شويه والطريفات ديال الرغايف، فهما راه غير حيت كنت قليت من قبل، فانا ديجا وجدت وحدين من قبل هما صغار وهادو درتهم حجم كبير. غنزيد واحد شويه ديال الزيت، قال لي الزيت نقص. وغادي نخلي الرغيفات ديالي كيتقلاو ونتلاقاو مع الشكل النهائي. غنحاول نحيد هاد الطريفات هادو الصغيور ديال العجينه ملي كيتحرقوا مع الزيت باش ما يخسروش ليا الرغيفات ديالي، ونتلاقاو كيف قلت لكم نتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الرغيفات ديال اليوم. ودابا كيف كتشوفوا معايا الرغيفات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ايضا انكم تجربوها في البيوت ديالكم. وكيف كنقول لكم ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو في لاشين، ضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. وايضا الى جربتوا الوصفه ما تنساوش خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وايضا ما تنساونيش بلي كومونتير زوينين ديالكم اللي ديما كيشجعوني باش ديما نعطيكم الجديد والافضل. الفيديو ديالنا سالا ديال اليوم، كنشكركم على المتابعه، وكنضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله في القريب. شكرا والى اللقاء.